وينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة رفح المصري الصحفي محمد حسين. أهلا ومرحبا بك سيد محمد. كيف هو الوضع الآن على المعبر وهو مفتوح كما يقال من الجانب المصري مغلق من الجانب الآخر، وماذا عن الأعداد التي توجهت إليه؟ نعم، المعبر من الجانب المصري لا يزال ليس مفتوحا، ولكنه جاهزا لاستقبال الفلسطينيين في حال سمح لهم بدخول الأراضي المصرية. نعم، الجانب المصري يؤكد على أنه مفتوح، ولكن الإغلاق هو من الجانب الآخر، أليس كذلك؟ بانتظار أن نعم يفتح من الجانب ونحن الآخر. ونحن نعم، نقول هذا ما قصدي. ونحن نقول أنه إذا سمح لهم بالدخول من الجانب الآخر وسهلت كافة العقبات من هناك من الجانب الفلسطيني. نعم، طيب ما هي هذه الاستعدادات الموجودة على الجانب المصري؟ الاستعدادات كثيرة، لعل أهمها أنه تتدفق المساعدات الآن على مطار العريش، مساعدات دولية في انتظار دخولها إلى قطاع غزة. مساعدات وصلت منها إلى الآن 6 شحنات من الإمارات ومن تركيا ومن منظمة الصحة العالمية والمملكة الأردنية الهاشمية، جميعها وصلت إلى مطار العريش ونقلت بمعرفة الهلال الأحمر المصري في انتظار أن يسمح بدخولها لقطاع غزة ومساعدة الفلسطينيين يعيشونها. نعم نعم، إذا هذا فيما يتعلق بالمساعدات التي تدفقت إلى تلك المنطقة. ماذا يقال عن الحالات الإنسانية وإدخال هذه الحالات الإنسانية من المصابين؟ نعم، بالتأكيد السلطات المصرية على الجانب المصري من قطاع غزة أعلنت مسبقا رفع حالة الطوارئ بكافة المستشفيات هنا في محافظة شمال سيناء والجاهزية لاستقبال الجرحى حال وصولهم للجانب المصري، أيضا السيارات في انتظار نقلهم وكما يسمح بدخولهم من الجانب الفلسطيني إلى الجانب المصري. الاستعدادات كاملة هنا كما نراها ونتابعها، استعدادات كما قلت في المستشفيات وأيضا في مرافق الإسعاف، استعدادات من الهلال الأحمر وفرق الطوارئ هنا تنتظر، إضافة لاستعدادات شعبية أيضا لخدمة المرافقين لهؤلاء المصابين. نعم سيد محمد، إذا ما المسموح وما هو غير المسموح؟ ما الذي تقوله السلطات المصرية حول الحالات التي سوف يسمح لها بالدخول، وماذا عن الأشخاص أو محاولات البعض للدخول وربما ليس لديهم حالات إنسانية أو مصابين؟ نعم، وكان كما هو واضح الموقف المصري واضح، وهو دخول جميع الحالات، الحالات الإنسانية، حالات الجرحى، إضافة لحالات الأخرى الذين يريدون الدخول إلى الأراضي المصرية من قطاع غزة. كان الموقف هذه العشية واضح جدا أنه مطلوب الدخول جميع الحالات ولم استثناء حالات دون أخرى. شكرا جزيلا لك من مدينة رفح المصرية الصحفي محمد.